يا من شق البحار وأجرى الأنهار وكور النهار على الليل والليل على النهار يا من هدى من ضلاله وأنقذ من جهاله وأنار الأبصار وأحيا الضمائر والأفكار يا من على العرش استوى يا من خلق فسوى وقدر فهدى وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى يا من هو الخالق يا من هو الرازق يا من هو الله يا من هو الله يا من هو الملك يا من هو القدوس يا من هو السلام يا من هو المؤمن يا من هو المهيمن يا من هو العزيز يا من هو الجبار يا من هو المتكبر يا من هو اللطيف يا من هو الودود يا من هو الرحمن يا من هو الرحيم اللهم أرنا وجهك الكريم اللهم أرنا وجهك الكريم اللهم أرنا وجهك الكريم فإن هذا النعيم ليس بعده نعيم إلهنا وخالقنا ومولانا اللهم ارزقنا مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وعبادك الصالحون اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار وأدخلنا الفردوس مع الأبرار يا أرحم الراحمين اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ووفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم من أبقيته منهم حيا فأطل عمره على طاعتك ومن توفيته منهم فاجعل قبره روضة من رياض الجنة هو وجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج
ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نرجوك، اللهم إنا نرجوك أن تعطي لكل واحد منا مسألته وخيرا مما يسأل، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم اجعل الفردوس هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، أو اجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا، أو اجعلنا ممن سيقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله. أنت أهل الكرم، أنت أهل الجود، إلهنا وخالقنا ومولانا، لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين، ولا من رحمتك مبعدين يا أرحم الراحمين.
اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم وأعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن بصحة وعافية. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون. ربنا إنك لما أنزلت إلينا من خير فقراء سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. لا إله إلا أنت سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. لا إله إلا أنت سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.